أعلن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات نواب، وقال إن نسبة المشاركين في التصويت بلغت 8,412,000 و11 ناخبا بنسبة 29.83%. وأضاف في مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات أن عدد المسجلين للتصويت في المرحلة الثانية 28,204,225 ناخب، وبلغت الأصوات الباطلة نسبة 6.8%، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 7,839,611 صوت بنسبة 93.20%. أستاذ إيهاب، هل نسبة التصويت التي أعلنتها اللجنة العليا متوقعة، وكيف ترى هذه الجولة؟ أنا أرى أن هذه جولة أكثر إيجابية من الجولة السابقة. نسبة التصويت أعلى من الدور السابق. أعتقد أن المرحلة السابقة كانت 25%، إحنا على مقربة من 30%، وده لها بعض الدلالات. أولا، هذه المرحلة أكثر اتساعا وأكثر عدد سكان من المرحلة الأولى، ولكن ليس ذلك هو بس كده، لكن الوجه بحري والعاصمة بصفة عامة هي أكثر مشاركة من وجه قبلي. العاصمة طول عمر العواصم بصفة عامة أنها مشاركتها بتبقى فعالية أكثر، أو هم أكثر ثقافة برلمانية من الجنوب بصفة عامة. أيضا هناك يعني نجوم الفن والسياسة، وأيضا مشاركة رئيس الجمهورية ومشاركة الشيخ الأزهر ومشاركة البابا في هذه الأمور، أعتقد بيدفع إلى كثير من الناس للمشاركة في الانتخابات. ومن الانتخابات إلى الفن والأفلام.